السلام عليكم متابعينا نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. في حديث لبرنامج استوديو الجماهير أكد اللاعب يونس محمود أن وزير الشباب له الفضل في رفع الحظر عن الكرة العراقية وله الفضل في متابعة بناء الملاعب، وما زلت مصمم على ترشيح لرئاسة الاتحاد ولا أخاف من الفشل. وأكمل قائد المنتخب العراقي سابقا: أنا لم أعتزل لكني جبرت على الاعتزال رغم أني كنت هداف التصفيات والمنتخب خسرني. نعم سأكون متواجد في مباراة الأساطير لدعم رفع الحظر. وختم السفاح قائلا: كل دول العالم قرارات الرياضة واحدة، إلا في العراق يوجد خلافات وتقاطعات بين المؤسسات الرياضية، ولا بد أن يتم إعطاء الفرصة للشباب. تأهل فريق الديوانية بقيادة المدرب قصي منير في أول تجربة له على مستوى التدريب إلى المربع الذهبي المؤهل للدوري العراقي الممتاز، ذلك بعد فوزه على الصناعة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الفاصلة بينهما. وبهذا الفوز ينضم الديوانية للفرق الثلاثة المتأهلة، وهم كل من الكوفة والصناعات الكهربائية وغاز الشمال. ومن المؤمل أن تنطلق مباريات المربع الذي يحدد المتأهلين إلى الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل. وفي استمرار للتألق قاد النجم العراقي أحمد ياسين فريقه الجديد هاكان السويدي للتعادل مع فريقه السابق أوريبو في مباراة قيمت لحساب الجولة 17 من الدور السويدي الممتاز. أحمد ياسين افتتح التسجيل سريعا من عمر اللقاء في الدقيقة 13، حيث حمل الهدف طابعا خاص بالنسبة للاعب أوريبو السابق، ولذا سجل للمرة الثانية في المباراة الثالثة مع هاكان. بهذه النتيجة ظل هاكان ثامنا برصيد 25 نقطة وفارق الأهداف عن صاحب المركز السابق. أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان عن إعادة العمل في ملعب الكوت الأولمبي الذي يتسع لعشرين ألف متفرج، وذلك بعد أن اجتمع مع وزير الصناعة محمد السوداني، واتفقا على ضرورة إنهاء كافة المتعلقات الخاصة بالملعب ليعود العمل من قبل الشركة الثانوية التي كانت متعاقدة سابقا مع وزارة الصناعة. أكد مدرب المنتخب العراقي سابقا والسويقي العماني حاليا حكيم شاكر لبرنامج اللاعب 12 أن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان سبب رئيسي في تدمير الكرة العراقية، وهو متسلط وكان السبب في كل المشاكل التي تحدث الآن، ولو أنه كان محايد ويسمع جميع دون أن ينحاز لأحد لكان وضعنا أفضل. أكمل حكيم قائلا: إشراف عبد الحسين عبطان على بناء الملاعب فهذا واجبه، والأموال هي أموال الشعب العراقي، وكان له الأمر في تغيير حكيم شاكر وإبعاده عن المنتخب. وزير الشباب استغل ضعف الاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية وسيطر على القرارات، الجميع يحاربني، وبوجود عبطان وعبد الخالق مسعود لن يعمل حكيم شاكر في العراق، والأرقام تتحدث أني أفضل مدرب في العراق بالإنجازات، فما هو رأيكم؟ أن وزير الشباب مع الأسف الشديد قد يكون واحد من الأسباب الحقيقية لتدني مستوى كرة القدم بالعراق لتدخلاته في عمل كرة القدم العراقية. يعني